نعم، ما زال هنا. قبل قليل تحدثنا عن غارات على منطقة بيت حانون، وأيضا كنا قد سمعنا في الدقائق الأخيرة أصوات رشاشات، ربما هو إشارة لاشتباكات تجري في هذه المنطقة من خلفنا. يمكن أن تروا الآن أيضا عبر عدسة الكاميرا بأن الدخان ما زال يتصاعد من هذه المنطقة. نتحدث عن منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة. بضعة غارات استهدفت هذه المنطقة وسط بيت حانون. عمليا نرى هذا الدخان وسحب كثيفة ما زالت تتصاعد من تلك المنطقة، أيضا كما قلت أصوات اشتباكات، أيضا قبل قليل المناطق التي قصفت بالإضافة إلى بيت حانون. نتحدث عن جباليا إلى الجنوب قليلا من هذه المنطقة، وأيضا في الشجاعية والزيتون، الأحياء الشرقية لمدينة غزة التي تطوقها إسرائيل من الجهة الجنوبية. مدينة غزة مطوقة من الجهة الجنوبية وتتموضع فيها قوات الاحتلال في تلك المنطقة. وفق المصادر الإسرائيلية ما زال يمكن القول بأن عمليات تقدم الجيش أو عمليات السيطرة فلنقل وليس التقدم هي بطيئة جدا، وبأن القتال ما زال معقدا وفق المصادر الإسرائيلية، بمعنى أن قوات جيش الاحتلال تتقدم تحرز تقدما في الميدان، ولكنها أيضا تواجه أو يتم التصدي لها في العديد من الكمائن والأفخاخ، الكمائن مفخخة، أيضا أنفاق مفخخة وعبوات ناسفة. تقول بعض المصادر الأمنية بأن عمليا حين يتموضع الجيش في إحدى تلك المناطق بعد أن يحرز تقدم ما، حين يتموضع يبدأ استهدافه من قبل الكتائب الفلسطينية، من قبل المقاتلين الفلسطينيين، وإطلاق خاصة قذائف RPG. بالأمس رأينا فيديو أيضا في الإعلام الإسرائيلي، نرى كيف يستهدف نشطاء المقاومة الفلسطينية أيضا جرافات D9، وهي المعروفة بحجمها الكبير، هي التي أيضا تتقدم القوات من أجل إزالة أي عبوات ناسفة في طريقهم في تقدمهم للمناطق الفلسطينية داخل قطاع غزة. الآن قوات الاحتلال بالإضافة إلى الاشتباكات التي ما زالت تجري في منطقة الشجاعية ومنطقة جباليا، ربما منذ 3 أسابيع تجري عمليات القتال والاشتباكات في هذه المناطق، وما زالت إسرائيل غير قادرة على السيطرة عليها، ولكنها تولي اهتماما كبيرا جدا لمنطقة خان يونس، وتقول بأنها لو استطاعت حسم المعركة في خان يونس عندها يمكن أن تظهر إنجازا أمام الجمهور الإسرائيلي، على اعتبار أنها كما تدعي هناك يتواجد قادة حماس في منطقة خان يونس. أيضا نعم، تحدثنا عن منطقة خان يونس، رأينا بالأمس كيف هي الصورة التي سوقتها وزارة الأمن الإسرائيلية حين كان وزير الجيش يوآف جالانت في لقاء مع أوستن وزير الدفاع الأمريكي، يريه قائمة الاغتيالات ومن من قادة حماس قد تم اغتيالهم. بالطبع إسرائيل تضع عينها الآن على يحيى السنوار، هي تريد أن تحصل عليه كإنجاز كبير في هذه المعركة، وكأنها تشخصن هذه المعركة وتتحدث بشكل كبير ومكثف عن أنها ستستهدف السنوار. وهكذا المعارك ما زالت جارية ولكنها بطيئة. بالمقابل هنالك بالطبع محادثات أو محاولة لدفع هذه المحادثات لصفقة أسرى أخرى. وفق المعلومات المتوفرة ما زال الحديث في بدايته، لا يوجد الآن عرض يناقشه الطرفان، ولكن إسرائيل على الأقل تقول بأنها حددت ما هي الخطوط العريضة، ماذا تريد من هذه الصفقة. وفق المعلومات الإسرائيلية إسرائيل تتحدث عن، وهل أعلنت إسرائيل عن هذه الخطوط؟
نعم، وفق المعلومات المتوفرة، أولا فلنذكر بأنه على أرض الواقع هنالك محادثات. رأينا بالأمس لقاء آخر، هو اللقاء الثاني الذي يجمع ما بين رئيس الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع وما بين رئيس الوزراء القطري. أيضا حضر في هذا اللقاء رئيس المخابرات الأمريكية رئيس CIA، وكان إسرائيل كانت قد حددت خطوط عريضة، أولا بأنها تريد استعادة كل النساء والأطفال يقدر عددهم ب16 الذين لم يتم الإفراج عنهم خلال الصفقة الماضية. إسرائيل تريد إدارة هذه المفاوضات تحت النار، بمعنى أنها لن تتوقف، لن يكون هنالك وقف إطلاق نار من أجل إجراء هذه المحادثات. أيضا هي تريد الحديث عن فئات أخرى، بالأخص الرجال، رجال كبار السن، المرضى والجرحى، أيضا تريد إخراجهم ضمن هذه الصفقة. يعني نذكر فقط بأنه أيضا خلال الصفقة الماضية كان قد بدأ حماس بالحديث عن إطلاق سراح بعض الرجال كبار السن والمرضى، ولكن إسرائيل رفضت هذا الأمر وتعنتت بأنها لن تستمر في هذه الصفقة للإفراج عن فئات أخرى سوى بعد الإفراج عن كل النساء والأطفال. رأينا بالأمس مقطع الفيديو الذي نشرته كتائب القسام مع ثلاثة من المحتجزين الإسرائيليين، ثلاثة رجال كبار السن. لا شك بأن هدف هذا الأمر بعد الحديث عن محادثات لإطلاق صفقة أخرى، بأن هذا المقطع كان يهدف أيضا لزيادة الضغط على حكومة الاحتلال بأن تمضي قدما في صفقة أخرى، خاصة وأن أهالي المحتجزين الإسرائيليين يقومون أيضا بخطوات تصعيدية أمام وزارة الأمن الإسرائيلية، أمام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي في القدس. كانوا قد نصبوا أيضا خياما لتصعيد احتجاجاتهم وممارسة ضغوطات أكثر على الحكومة الإسرائيلية من أجل إبرام صفقة سريعة وإطلاق سراح جميع المحتجزين. ما فهمناه بأن حماس، خلافا لما تطالب به إسرائيل، حماس تريد أن تجري هذه المفاوضات مع وقف إطلاق النار، لذلك يمكن الافتراض بأن الأيام القادمة قد تحمل تصعيدا إسرائيليا في العمليات العسكرية، على اعتبار أن إسرائيل تفترض بأنها كلما زادت الضغط العسكري على حماس كلما دفعتها أكثر باتجاه تهيئة ظروف أفضل لصفقة تبادل أسرى، أو باتجاه مرونة أكثر من أجل هذه الشروط التي تضعها حماس من أجل إطلاق صفقة تبادل أسرى. لذلك قد نرى أيضا تحركات على الأرض لتصعيد العملية العسكرية الإسرائيلية داخل قطاع غزة.